خطا على ابراهيم الزادي وبطاقه صفراء لصالح كاريوكا من النصر. هذه اعاده لكره الدعجاني. شوف ثلاثه يا ثلاثه خطا ليس في طبعا اي شيء بالنسبه له، ربما خطا قبل الشد ولكن داخل منطقه كره لكاريوكا من النصر. عاد صد شعلاوي. كاريوكا يحاول التسديد من بعيد وكاريوكا قويه جدا وباتجاه المرمى لتعلن عن الهدف النصراوي الاول ليعادل به النتيجه مع الشعلة. وقبل دقيقه قلنا بانه لا يعني ابدا تسجيل هدف مبكر الشعلة بان الامور تتجه لصالحها. عادل النصر اذا النتيجه بوقت مبكر والاخر بهدف لهدف. تعليق الكابتن. في الواقع يعني لا اعتقد ان فريق النصر لم يكن يعني وضع في الاعتبار الهجمات الخطره لفريق الشعلة والتي شكلت فرصتين خطيره لديهم. انا يعني اتمنى في الواقع هنا اللاعب قيمة اللاعب الذي يجيد تسديد الكرات الثابتة تجاه البيشي. هي كرة سريعة وجميلة إلى حمد الخضران، يحاول يعدي حمد على يمين بندر تميم، يلعبها حلوة إلى بندر تميم، فرصة هدف نصراوي رابع وضربة كمان مرمى والبيشي تابع والكاريوكا يسجل الهدف النصراوي الرابع في الدقيقة 40 من مباراته مع الشعلة ليتقدم النصر بأربعة أهداف لهدف. كرة بدل فيها بعد تمريرة جيدة عبد الرحمن البيشي ولعبها بندر تميم وليسجل كاريوكا الهدف النصراوي الرابع. نستطيع القول الآن أن فريق النصر حسم المباراة بخبرته وإمكانيات لاعبه الفنية وليس بمستواه الذي نعاده. كرة للشعلة. خلاص تبدو الأمور الآن. هذا بندر تميم تابع البيشي حاول يسجل وجاءت على طبق جميل لكاريوكا اللي استغلها داخل مرمى الشعلة. شوف هذه الدنيا يعني حظوظ في هاللمحة. البيشي بذل المجهود.